صحيح أن كارلوس كيروش اشتهر بسبب مسيرته التدريبية في أوروبا مع ريال مدريد ومانشستر يونايتد ومنتخب البرتغال، لكن لما يقود مصر على أرض الكاميرون بحثاً عن اللقب الإفريقي الثامن هيكون في بيته. مصر مش أول منتخب إفريقي يقود كيروش، كان مدرب لجنوب إفريقيا من 20 سنة، لكن علاقته بالقارة السمراء بترجع لسنين طويلة ورا، تحديداً منذ لحظة ولادته. كيروش برتغالي، لكن المفاجأة أنه اتولد في موزمبيق، تحديداً في مدينة نامبولا سنة 1953. والسبب أن موزمبيق كانت مستعمرة برتغالية، وسافر أهل كيروش علشان يشتغلوا فيها لأن أبوه كان مهندس سكة حديد. كيروش مش بس اتولد في موزمبيق، لا، بدأ مسيرته الكروية كحارس مرمى كمان في فريق فيرو فياريو دي نامبولا الموزمبيقي. لكن لما قامت ثورة 25 إبريل وأسقطت النظام البرتغالي الاستعماري وتحررت موزمبيق سنة 75، رجع كيروش لبلده الأصلي وبدأ هناك بعدها مسيرته التدريبية، لكن علاقته بإفريقيا ما انتهتش أبداً. في سنة 2000 تولى كيروش تدريب جنوب إفريقيا ونجح في قيادتهم لنهائيات كأس العالم، إنجاز ما فيش أي مدرب قدر يكرره لحد اللحظة، لأن مشاركة جنوب أفريقيا الوحيدة بعدها كانت بصفتها دولة منظمة 2010. لكن رغم إنجازه إلا أن التدخل في عمله أجبره على الاستقالة من تدريب جنوب إفريقيا قبل أسابيع قليلة من المونديال. الأهم أن كيروش شارك في كأس الأمم الإفريقية عام 2002 وقاد جنوب إفريقيا لتصدر مجموعة فيها غانا والمغرب وبوركينا فاسو بتعادلين سلبيين وانتصار ثلاثي على أسود الأطلس. لكن في الدور الثاني خسر 2-0 قدام مالي وودع البطولة عشان ينال انتقادات شرسة أدت للضغط عليه واستقالته بالتالي قبل المشاركة في كأس العالم. ورغم رحيله عن جنوب إفريقيا، لكن علاقته ما انتهتش، بيمتلك منزل هناك وبنته لسه عايشة هناك. مسارات كيروش وإفريقيا تقاطعت مرة تانية في كأس العالم 2010، لكن المرة دي كان مدرب لبلده الأصلي البرتغال. يومها صرح: هنا أشعر أنني في منزلي.